لي جوج دو لا ليغاليتي كونستيتيسيونيل. هاك بالتالي سيكون لهم دور كبير لانه سيكون لهم الدور التعديلي الذي يمنع تغول اي سلطه على الاخرى ويحفظ التوازن بين السلط ويرعى ملائمة الدستور، ملائمة القوانين للنص الدستوري. وهذا حاجة هامة جدا، وطبعا نطلب من أن يكون هذه محكمة قابلة لأن تتعهد ليس فقط من طرف السلطة القائمة بل أيضا من طرف المواطنين ومن طرف الهيئات المدنية التي تقوم بهذا الدور. يعني نجم أي منظمة اليوم تمشي تطعن أمام المحكمة أنه تمشي تطعن أمام المحكمة الدستورية في عدم دستورية هذا القانون، سواء مباشرة يعني أمام المحكمة أو الدفع أمام المحاكم بعدم الدستورية وطلب من المحاكم أن ترجع النظر في تطبيق قانون سابق الى ان تقول المحكمه اللي يسموه بالفرنسيس لا كيستيون فاجوديسيال دو كونستيتيوناليتي. ماناش في موقع باش نقولوا نوع الفيتو، اما هو اطلاق صيحه فزع للازمه التي تخبط فيها القضاء ولطريقه لمعالجته القضيه. واحنا قسمنا الندوه الى يومين، بالنسبه ليوم الاول القضاء اللي هو جزء من المشكل اللي هو القضاء العدلي والقضاء العسكري، وفي اليوم الثاني القضاء الإداري والمالي اللي نعتبرهم احنا جزء من الحل. معناها توا اي مواطن تعرف في الشارع التونسي معناها كان تسأل السؤال اللي تسألناه احنا موضوع هذا الندوة باش يقول لك راهو ما تغير حتى شيء، بل بالعكس معناها الامور ازدادت سوءا، وهذه نتيجة اولا تخلي المجلس التأسيسي عن صلاحيته، ما سنش القانون المتعلق بأحداث الهيئة الوقتية، ما سنش القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، كذلك على مستوى القرارات، قرارات السيد وزير العدل وخاصة منها القرار المتعلق بإعفاء 81 قاضي. ولو احنا كنا والناس كل والشعب ينادي بتطهير القضاء من القضاة الفاسدين، لكن هذا يكون على أساس وجود أدلة وعاء تمكين المعنيين بالأمر بالدفاع على أنفسهم، هذا ما حصلش. كذلك القرار المتعلق بالحركة في تلك القضاة، هذا تعمل بتزكية من مجلس أعضاء القضاء اللي هو ما عادش موجود قانونا، واللي وزير العدل يعترف بنفسه وأنه معناها ما عندوش مصداقية. إحداث قطب قضائي كذلك هو قرار يفرغ العدالة الانتقالية من مضمونها، بحيث أنا رجعنا إلى القرارات الانفرادية ومنظمة هومان رايتس ووتش مؤخرا فيما يتعلق بقرار الإعفاء معناها وصفته بالقرار التعسفي والانفرادي، بحيث هالوضعية تتم احنا كمجتمع مدني دورنا وانه باش ندفعوا الى الاصلاح، باش ندفعوا باش الامور تتحسن. اليوم لقينا وانه الامور تحكرت بدرجة وانه يجب معناها الوقوف وقف التأمل، تشخيص اسباب الداء، ونحاول ان شاء الله نلقاو بالحلول. نصف منزوخي، هل ينتظر منه كرئيس جمهورية الحث على حل هذا التأزم في سلك القضاء؟ والله بالنسبة لحضور الرئيس الجمهورية في الحقيقة أنا وبعض الأصدقاء معناها شفنا وأنه من الضروري يكون هذا الرئيس الجمهورية، باعتبار كما جاء في الكلمة متاعي وأنه هو أقسم في اليمين متاعه وأنه يسعى لقيام دولة القانون وفاء لدماء الشهداء وتحقيقا لأهداف الثورة. وفي هذا الإطار بإمكانه معناها باش يدفع إيجابيا بتقديم مقترحات مدروسة منطقية تستجيب لطلبات المرحلة، وقت يكون معناها طلب وإلا مقترح مدروس ومدعم معناها إذا صاحب القرار ما يخوش القرار فيولي صاحب القرار هو المحجوش، ومعناها على كل يكون السيد رئيس الجمهورية معناها أعفى ذمته من هاته المسؤولية ووفى بالتزامه في العمل على قيام دولة القانون والمؤسسات. فما حالات عديدة اللي قضاة ملتبسين بالمحاكمات السياسية أو خدموا النظام السابق نراوهم أنه تم ترقيتهم، وتم مش ترقيتهم فقط وإنما إسدائهم معناه تمكينهم وتعيينهم بخطط هامة جدا، وكلاء عامين وكلاء جمهورية رؤساء محاكم أو غير ذلك. وهذا في حد ذاته أقوله لا يخدم أهداف الثورة بل يعطل مسارها. لماذا؟ لأن
المتقاضي المواطن لما لا يلاحظ وأن هنالك تغيير فأن نظرته للقضاء ستبقى هي النظرة التي كان يحملها على القضاء في السابق، وهذايا الحقيقة ما هوش معناها مؤشر إيجابي. إضافة إلى أنه إلى حد اليوم نعاني، أصبح القضاة إلى جانب معاناتهم، وأقولها معاناة من أجل معاناتهم من أجل هذه الهيئة من السلطة التنفيذية، والتي تجسدت كذلك في القرارات التي اتخذها وزير العدل بشكل معناها الحقيقة لا يمكن أن نصفه إلا أنه شكل معناها غير أخلاقي، إذا أردنا أن نقول الكلمة، أنه يقع إعفاء قضاة بدون أن يقع حتى معناها مواجهتهم بالملفات التي معناها لا أو بالتهم ما بين ظفرين أو التصرفات التي تنسب إليهم، هذا شيء غير مقبول، لأن نحن نطالب بالمحاكمة العادلة لكل المواطنين أو المتقاضين، فما بالك إذا تعلق الأمر بقاضي، فهذا غير معقول، وهذا شيء لا يمكن أن يقبل منطقا. وهذا معناها احنا كنا كجمعية قضاة التونسيين سباقين في ان نددنا بهذه الآلية وباستعمال هذه الآلية، هذه الآلية هذه جعلت اليوم من القاضي قاض خائف، قاض غير يعمل في ظروف غير مريحة، لانه يخشى في كل لحظة ان يتم اعفائه. وهل تم توجيه الدعوة لسيد نور الدين البحيري وزير العدل؟ والله هو تمت الدعوة إلى جميع يعني الجهات، الوزارة لم يحضر منها أي كان، هنالك من يمثل رئيس الحكومة، لكن عفوا رئيس الجمهورية، ولكن المهم أنه الإعلام يمكن أن يقوم بدوره بإيصال أصواتنا إلى وزير العدل حتى ولو لم يكن حاضرا، فأكيد أن ما يدور هنا في القاعة سيبلغه من خلال يعني ما سينشر وما سيتم تعليق عليه في الصحف وفي وسائل الإعلام. وأعود فقط لأقول أنني منذ حين طلبت منكم بكل لطف أن تستحضروا معي عبارة استعملها السيد وزير العدل حين تحدث عن مجلس القضاء وقال أنه مجلس ديكتاتورية ولا يمكن إحيائه. لا أدري ما الذي تغير بين ذلك الحين وهذا الحين، هل أن المجلس قد أعلن التوبة أم هل أن أعضاءه قد تغيروا؟ لم أعرف شخصيا بأنه وقع في انتخابات المجلس على القضاء، وإنما تم تفعيله في آخر لحظة، لإعطاء سلطة شرعية لهذه الحالة. الإشكال مع الحركة القضائية، وهناك الحال أسئلة القضاء موجودون لتأكيد ما سأقوله أو لنفي، كانت الحركة القضائية وأقول ما دائما في كلامي لا أعمله، وإنما أتحدث عن الواقعيات التي لم تكن طبيعية ولست هنا لأعمل قولي أتهم إلى الآن. الحركة القضائية في تونس كلنا يعلم من قضاة ومحامين مهتمين بشكل القضائي أنها كانت تستعمل كسيف مسلط على القضاة، فإما أن تكون من المقربين ومن الخادمين المطيعين فتحظى بجميع الترقيات وجميع الامتيازات، وإما أن تكون ولا أقول من المعارضين، إما أن تكون من الذين يسعون إلى المحافظة على ما يوجد والمحافظة على شيء من استقلاله، فإنك ستكون من المعاقبين ومن المستبعدين ولن تصل يوما من الأيام إلى رتبة الوظيفية.